وللحديث اكثر عن هذا الموضوع تنضم الينا من بغداد الوزيره السابقه والناشطه المدنيه المختصه بقضايا المراه والطفل بشره الزويني سيده بشره ارحب بك معنا الى هذه النشره بدايه كيف تصفين لنا وضع المراه في العراق اليوم اذا ما قرناه بالامس في مجال ما تتعرض له في جميع اشكال العنف شكرا سيدة زينة وأهلا وسهلا بحضرتك وكل مشاهدي قناة الحرة الفضائية حقيقة حالة العنف اللي تتعرض إلى المرأة العراقية يعني هو ليس بجديد خاصة أنه العنف كظاهرة أولا هو دولية كظاهرة مجتمعية موجودة ولكن زاد الحال وزاد العنف بعد عام 2003 لأسباب عديدة منها على سبيل المثال ضعف نفاذ القانون أو عدم تطبيق تطبيقه كما ينبغي الانفلات الامني في بدايه الامر هذا السلاح المتفشي في المجتمع العراقي من جهه فاسباب كثيره ايضا الثقافه المجتمعيه للمجتمع العراقي ايضا مع الاسف تشجع على العنف ضد المراه واقعا مثل ما ذكرت حضرتك العنف قديم وظاهره متفشيه في المجتمع العراقي ما هي اشكال سابقا ضد المراه حاليا سيده بشره عفوا عفواً كرر أشكال السؤال إشكال التعنيف في العراق ضد المرأة يعني حضرتك ذكرتي يعني العنف بكل أنواعه سواء عنف لفظي نفسي جسدي حتى جنسي إلى آخره و. يعني حتى القتل العمد ولكن م. مثلا يعد هذه يكيف كنوع من الافلات من العقوبه تحت ذريعه الانتحار والى ما شابه ذلك، رغم انه القوانين العراقيه يعني متعدده فيما يتعلق بحمايه الاسره عموما وحمايه المراه العراقيه سواء في قانون العقوبات لعام 69 او قانون الاحوال الشخصيه او قانون حمايه الاحداث، يعني القوانين جودة. لكن المشكله التي نعاني من عدها ليست في القوانين التي تحمل المراه بقدر ما رغم هذا التعدد هو عدم وجود قانون وقائي اجرائي بمعنى يحمل الاسره قبل التعنيف اي هنا الوقايه كما يقال خير من العلاج فبالتالي تكون هناك قوانين تحمي الاسره العراقيه قبل وقوع التعنيف ويعني ظهرت بالمرحله الاخيره خاصه بعد كورونا ايضا انواع من التعنيف الجديده وبالتالي احنا في حاله يعني تطور مستمر وهذا الانفتاح اكيد يقود الى حالات سلبيه كثيره فينبغي هنا ان يكون القانون هو الرادع فالمطلوب سياسي. سيدة مثل هذه القوانين. يعني وقفت ضد تعديل هذه القوانين الخاصه بتعنيف النساء والاطفال بحجه انها تفكك من الاسره العراقيه ما هو رايك بهذا الموضوع يعني ابتداء هو ليس ذنب القانون القانون وإن كان لا يلبي المجتمع طموح المجتمع العراقي في أن يصل إلى المرحلة التي تحترم فيها الأسرة سواء كانت عن التعديل امرأة أو رجل التي أو... تطالب بنت... به المنظمات المدنية نعم نعم وانا في يعني في نفس النقطة التعديل مطلوب لأنه هذه القوانين مثل ما ذكرت قوانين وجدت في القرن الماضي بالتالي يحتاج يعني نحتاج الى تشديد العقوبة على كل من يعنف الأسرة سواء كانت زوجة أو أم أو بنت أو أخت أو زوج أو أب إلى آخره فالتشديد في العقوبة هو الرادع الوحيد لإيقاف مثل هذا التعنيف هذه من جهة من جهة أخرى التعديل وحده لا يكفي نفاذ القانون هو أهم تطبيق القانون كما ينبغي هو الأهم الوقوف ضد كل من يحاول أن يسيء إلى الأسرة التي هي نواة المجتمع وبالتالي القوانين الحالية وأن يعني أجد فيها هناك كثير من إمكانية الإفلات من العقوبة وإمكانية التكييف على مواد أخرى في سبيل تقليل العقوبة وتعرفين حضرتك وأي عراقي يعرف أيضا البيئة المجتمعية ترفض أن تكون المرأة تشتكي ضد المعنف أو حتى الرجل أيضا يرفض المجتمع أن يشتكي الزوج ضد الزوجة هنا تكون الصعوبة أكثر فبالتالي نحتاج إلى تعديلات طبعا التعديلات ضرورية جدا مع وجود قانون إجرائي وقائي يحمي الأسرة العراقية من التفكك قانون عراقي يأخذ بنظر الاعتبار هذا شيء جدا مهم البيئة العراقية لأنه حقيقة الفشل في وصول إلى مثل هذا القانون الإجرائي الوقائي هو كثير من الم... نعم بالحديث عن البيئه العراقيه ما رايك ببرامج توعويه اجتماعيه ضد التعنيف يعني واقعا نحن نفتقر مثل هذه البرامج يعني اذا تقصدين برامج تلفازيه لا. فما ما شفنا بكل اسف مثل هذه البرامج لا ولا حتى في المسلسلات الدراما نادرا ما تحدث ان هناك اشاره الى حمايه الاسره من العنف مثل هذه المسلسلات او حتى الافلام او حتى مقاطع صغيره تعرفين حضرتك يمكن هاي تكون اسرع الى المشاهد خاصه اذا انتشرت على مواقع السوشيال ميديا تكون راد ادعاء اقوى وايضا هي نقطه تثقيفيه ونقطه يعني انتقال يمكن حتى رجال اذا اقتنع المواطن العراقي يعني العشائر تستطيع ان تدخل في هذا الموضوع بحث يعني المواطنين ايضا يمكن حتى يمكن تطبيق ذلك في المدارس على الاطفال وهم صغار حتى ينشاوا على مثل هذه الفكره احترام المراه وعدم تعنيفها طبعا ابتداءاً هي من اول مؤسسه يخرج لها الفرد الاسره، هذا شيء جدا مهم، واذا انتقل الطفل الى المؤسسه الاخرى اللي هي المدرسه طبعا يكون ايضا عملها مكمل الى عمل الاسره، والاهم من هذا ايضا تكون شيوخ العشائر لها قول في مثل هذا الموضوع في حمايه الاسره وليس العكس تماما، كل هذه المؤسسات هي مسؤوله مسؤوليه كامله في حمايه الاسره العراقيه من العنف الذي بكل اسف اخذ بالفرد الفترة الأخيرة يتزايد نتيجة أسباب كثيرة مثل ما ذكرناها لحضرتك. ممتنة لك كثيرا على حضورك معنا من بغداد الوزيرة السابقة والناشطة المدنية المختصة مصرح. بقضايا المرأة والطفل البشرى الزويني شكرا جزيلا لك على حضورك معنا.